سوف نقوم الآن بشرح شاشة قيود اليومية في برنامج المحاسبة الأول. يتم الدخول إلى هذه الشاشة من قائمة العمليات قيود اليومية. تعتبر هذه الشاشة من الشاشات المهمة في برنامج المحاسبة الأول. السؤال: متى نستخدم هذه الشاشة وما هي خطوات استخدام هذه الشاشة؟ للإجابة على هذا السؤال سوف نقوم بالدخول إلى حالات استخدام شاشة قيود اليومية كما يلي: يتم استخدامها في إدخال الأرصدة الافتتاحية في بداية النشاط التجاري، أو عند بداية السنة المالية، أو عند بداية استخدام برنامج المحاسب للمرة الأولى، عند بيع أو شراء الأصول بالآجل، فإذا ما تم شراؤها نقدا فيفضل عمل سنة صرف، عند تصحيح الأخطاء المحاسبية، عند عمل التسويات والإقفالات المحاسبية المختلفة، عند إثبات المصروفات المستحقة مثل إثبات المرتبات المستحقة للموظفين في بداية كل شهر، عند منح الخصومات المختلفة مثل الحصول على خصم مكتسب من مورد وإثباته في قيد محاسبي، أو منح أحد العملاء خصم مسموح به وإثباته في قيد محاسبي، عند إثبات تكوين مجمعات الإهلاك ومخصصة الديون المشكوك فيها، عند إخلاء الأعهاد على الموظفين. وهناك العديد من الحالات المختلفة التي يتم استخدامها في قيود اليومية. سوف نقوم الآن بضرب مثال بسيط على استخدام قيود اليومية، مثلا كإثبات الأرصدة الافتتاحية في بداية النشاط التجاري. في البداية هذا مثال بسيط للأرصدة التي سوف تبدأ بها الشركة نشاط التجاري. طبعا الطرف المدين يمثل جانب الأصول، الصناديق، العملاء، بينما الطرف الدائن يمثل جانب الخصوم كموردين. ونحن نعلم أن رأس المال يمثل الأصول، طرف مدين ناقصا الخصوم، نستطيع من خلال معرفة رأس مال الشركة. الآن سوف نقوم بتنفيذ العملية في القيود اليومية. يتم الدخول للشاشة، أولا يتم الضغط على زر الإضافة، سوف تظهر الرسالة التالية: المستند رقم 1 هو مخصص للأرصدة الافتتاحية الحسابات، نضغط موافق. للمعلومة هناك طريقتين لإنزال الحسابات في برنامج المحاسب الأول، إما عن طريق كتابة رقم الحساب مباشرة أو جزء من رقم الحساب ثم الضغط على F9، أو الانتقال إلى عمود اسم الحساب وكتابة رمز النجمة وكتابة اسم الحساب أو جزء من اسم الحساب. سوف نستخدم كلا الطريقتين. مثلا سوف نبدأ مثلا بالبحث عن طريق الاسم، سيارة مثلا F9، سوف تظهر لنا هذه السيارة، نقوم بالضغط مباشرة عليها، البيان، إثبات قيمة السيارة مثلا كرصيد افتتاحي في بداية النشاط مثلا بمبلغ 8 مليون ريال. الآن مثلا ننتقل للبحث عن طريق مثلا رقم الحساب، مثلا نريد أن نقوم بإدخال الصندوق، نلاحظ بمجرد أن نقوم بكتابة رقم الحساب والضغط على F9 تظهر لنا قوامة الصناعة مثلا صندوق القيد أو البيان، إثبات رصيد الصندوق كرصيد افتتاحي مثلا مبلغ 10 مليون ريال، مثلا إظهار الصندوق دولار مثلا صندوق ثم F9 صندوق دولار. نلاحظ أن تظهر سعر الصرف لأن العملة المحلية لدينا ريال، فهذا فالنظام يخبرك أن الدولار يساوي 215 ريال، مثلا 1000 دولار. نقوم الآن مثلا بإنزال عملاء، اسم العميل، محلات الوراق، نكتب محلات فقط ثم F9 تظهر مباشرة محلات الوراق، البيان. طبعا هنا أمام الصندوق نقوم بكتابة نفس البيان السابق، إثبات رصيد صندوق الدولار كرصيد افتتاحي. أمام البراق عليكم هذا الرصيد كرصيد افتتاحي، طبعا دين عليهم لأنهم عملاء مثلا 500 ألف. نقوم الآن بإدخال حساب المخزون، مخزون المواد الغذائية، الضغط على رقم الحساب أو جزء برقم الحساب ثم F9، مخزون المواد الغذائية، البيان، إثبات رصيد المخزون أول مدة مثلا مبلغ 5 مليون ريال،
الآن قمنا بإدخال جانب المدين الذي يمثل الأصول، الآن سوف نقوم بإدخال جانب الدائن الذي يمثل الخصوم. هناك طريقة الإنزلمنت، نفس الطريقة، إما عن طريق رقم الحساب أو اسم الحساب. مثلا عن طريق رقم الحساب تقوم بكتابة رمز النجمة، ثم نكتب مثلا المورد القمة F9، تظهر مباشرة اسم الحساب، نضع المرتين، ثم نقوم لكم هذا المبلغ كرصيد افتتاحي، مثلا مبلغ 5 مليون ريال. نلاحظ أن الصفحة قد امتلأت بالحسابات. من أجل أن نقوم بفتح صفحة جديدة نقوم بالضغط على السهم الأزرق أسفل الشاشة، تظهر لنا صفحة جديدة، نقوم بإدخال بقية الحسابات، مثلا عميل آخر أو مورد آخر، مثلا شركة الفرسان التجارية. طبعا بالدولار، المبلغ الذي لها على الشركة بالدولار، نقوم بإدخال مبلغ طبعا طرف دائن 500 دولار كمثال، البيان إثبات هذا المبلغ كرصيد لكم. الآن المدينة، الطرف المدينة الذي يمثل الأصول ناقصنا الطرف الدائن الذي يمثل الخصوم يساوي رأس المال. هذا المبلغ أسفل الشاشة يمثل رأس المال، سوف نقوم الآن بكتابته كي يتطابق الطرف المدين مع الطرف الدائن. رأس المال طبعا في جانب الخصوم، نقوم بكتابة البحث عنه رأس، ثم F9 سوف يظهر مباشرة، نقوم بالضغط عليه ونقوم بكتابة البيان إثبات رأس المال الذي بدأت به الشركة. نشاطها التجاري مثلا، طبعا طرف دائن، نقوم بنقل هذا المبلغ بالضبط. الآن نلاحظ أنه تصفر، إذن عمليتنا تمت بشكل دقيق. نقوم الآن بعملية إدخال هذا المبلغ في أعلى الشاشة في هذا الحقل. إذا لم نقم بإدخاله وأردنا عملية الحفظ سوف تظهر رسالة تالية، تعارض بين مبلغ القيد والإجماليات. نقوم بإدخال هذا المبلغ مباشرة أسفل الشاشة في أعلى الشاشة، نقوم بعملية الحفظ. من أجل أن نقوم بعملية استعراض هذا القيد نقوم بالضغط على زر الطابعة، نعم سوف يظهر هذا رقم القيد، المبالغ والبيان اللي قمنا بإدخالها الآن بالعملة المحلية والأجنبية. الآن سوف نقوم بعملية التأثير المالي على هذه الحسابات، أي أن نقوم ب عملية الترحيل من أجل أن تظهر هذه المبالغ في كشوفات حسابات التي تم كتابته أمامها. نقوم بالخروج من هذه الشاشة والدخول لقائمة العمليات، الترحيل، قيود يومية، نقوم بالضغط على هذا الترحيل بالزر الأيمن. من أجل أن نستعرض معرفته ومراجعته قبل الترحيل نقوم بالضغط على التاريخ، ثم بالزر الأيمن نلاحظ يظهر القيد، نقوم بعمل الترحيل. طبعا هناك عدة أنواع للترحيل، إما على سنة سند أو على فترة من تاريخ لتاريخ أو على يوم. الآن إذا ما أردنا معرفة هل تم التأثير المالي والمحاسبي لهذه الحسابات يتم الدخول للتقارير كشوفات الحسابات مثل الحسابات الفرعية. مثلا سوف نبحث على شركة الفرسان، نقوم بكتابة رمز النجمة ثم الفرسان مثلا ثم F9، نقوم بالسحب بالضغط المتواصل، نقوم بتحديد التاريخ مثلا إلى تاريخ اليوم، ثم نقوم باتباعه. نلاحظ ماذا؟ ظهر التأثير المالي، القيد الأول إثبات هذا المبلغ كرصيد لكم 500 دولار. الآن سوف نقوم بتنفيذ عملية أخرى، مثلا شراء أصل بالآجل، مثلا شراء سيارة بالآجل. القيد المحاسبي سوف يكون من حساب السيارة إلى حساب المورد، مثلا من حساب سيارة هيلوكس 2012 إلى حساب المورد مثلا شركة القمة، يتم الضغط على زر الإضافة، مثلا قيمة السيارة 6 مليون ريال كمثال. نقوم بالبحث عن طريق الاسم، مثلا سيارة ثم F9، تظهر مباشرة البيان شراء سيارة بالآجل من شركة القمة
بمبلغ مثلا 6 مليون ريال. طبعا طرف دائن. الآن ننتقل إلى الطرف المدين. طبعا طرف مدين هذا قيمة الأصل مدين لأنه أصل زاد. الآن ننتقل إلى الطرف الدائن والذي يمثل المورد. نقوم بالبحث عن طريق مثلا الرقم، شركة القمة، البيان، لكم قيمة سيارة. طبعا طرف دائن كما قلنا. نقوم الآن بعملية الحفظ والطباعة إذا ما أردنا الاستعراض، ثم نقوم بعملية التأثير المالي من خلال الذهاب إلى قائمة العمليات ترحيل قيود يومية، نؤشر عليه، نستعرض إذا ما شئنا، ثم نقوم بعملية الترحيل. مثال آخر وعلى القيود يومية، مثلا تم منح أحد العملاء خصم مسموح به، مثلا محلات الوراق خصم مسموح به. القيد المحاسبي سوف يكون من حساب الخصم المسموح به إلى حساب العميل. خصم يعتبر مصروف زاد يقفل في حساب الأرباح والخسائر، بينما العميل أصل قال يعتبر دائن. مثلا تم منحه 50,000 ريال. القيد المحاسبي نقوم بكتابة اسم الحساب مثلا خصم، ثم بالضغط على F9 لإنزاله. خصم مسموح به. البيان منح العميل الوراق خصم مسموح به. مبلغ 50,000 ريال. واحد إلى حساب العميل مثلا الوراق بالضغط على مرتين، بالضغط على 9، ثم نكتب لكم قيمة أو خصم مسموح به. طبعا البيان مهم جدا من أجل أن يظهر في كشف الحساب. طبعا طرف دائن 50,000 ريال، ثم نقوم بعملية الحفظ وعملية الترحيل. ترحيل قيد يومية، استعراض لما شئنا، ثم عملية الترحيل. الآن سؤال، كيف يمكن البحث على القيود التي تم تنفيذها في شاشة قيود اليومية في برنامج المحاسبة الأول؟ يتم ذلك من خلال الضغط على زر العرض، الذهاب إلى رقم المستند، ثم كتابة رقم المستند أو الضغط على F9. نلاحظ أن الخانة فارغة. لماذا؟ لأن قيود اليومية في برنامج المحاسبة الأول إذا ما تم ترحيلها لا يمكن استعراضها أو تعديلها. فإذا ما أردنا الاستعراض أو تعديل فلا بد أن نذهب إلى قائمة التحكم إلغاء الترحيل قيود يومية، ونقوم بإلغاء القيود التي نريد مثلا استعراضها أو تعديلها. نؤشر عليها إلغاء، ثم الضغط على الزر الأحمر X، ثم الخروج والدخول مرة ثانية إلى قيود يومية، الضغط على زر العرض، ثم الضغط على F9، ونلاحظ ظهور جميع القيود التي قمنا بعملها. إذا ما أردنا التعديل نقوم بالضغط على القيد، ثم الضغط على زر التعديل، ثم نقوم إيش بتعديل البيانات الحسابات كيفما نشاء. الآن من أجل استعراض قيود يومية التي تم تنفيذها من خلال التقارير يتم ذلك كالتالي: دخول التقارير، كشوفات السندات، هناك السندات المرحلة وغير المرحلة، مثلا مرحلة، ثم قيود يومية. نستطيع استعراض جميع السندات حق الخاصة بيوم معين أو فترة، تاريخ من تاريخ إلى تاريخ أو على مستوى المستند. نقوم في البداية الترحيل من أجل استعراض قيود يومية، نرحلها. تم الترحيل. الآن نقوم باستعراض قيود تقارير السندات، سنة مثلا المرحلة، قيود اليومية. نلاحظ نستطيع أن نقوم من سند إلى سند، نستطيع أن نستعرض على سند مثلا، نضغط على 3 تباعة، سوف يظهر السند بعد ترحيله بالطريقة التي نراها أمامنا. نكون بهذا قد قمنا بشرح قيود اليومية، طريقة الاستخدام، متى نستخدم، كيف يمكن الاستعراض، كيف يمكن التعديل. شكرا لكم.